نتابع مشاهدينا هذا اللقاء مع أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري. هلأ وجهت له دعوة حضرتك للعماد ميشيل عون أنه يجي يحضر المؤتمر، تخيل أنه يلبي الدعوة ويجي يحضر المؤتمر، قدي قانع القاعدة، قدي حاسس تغيرت وجهة النظر من يوم الانتخاب لليوم، نظرة قاعدة تيار المستقبل للعماد ميشيل عون؟ أولا إذا أجا بنورنا اثنين خلينا نقول أنه الموضوع أجا على مراحل، واهم شيء انك تحكي مع العالم تسمعي رايها وتحترمي رايها وتنقلي هذا الراي من القاعده للقياده. مثل ما بتعرفي الرئيس رجع ب 26 اكتوبر عفوا 26 سبتمبر وبلش حراكه من ثاني يوم او ثالث يوم، وهالحراك عطى اشارات، يعني عطى اشارات انه ممكن يصير في تغيير لتبني باتجاه تبني العماد عون كمرشح لرئاسه الجمهوريه. بهذا الوقت طبعا بلشت العالم بابداء الراي، في جزء كان معترض وجزء كبير، في جزء كان وصل لقناعه انه البلد ما عاد فيه يكفي مثل ما هو ماشي ويجب ايجاد حل احسن ما نفوت بالمحظور. والمحظور هو على شكلتين، اما على شكل عمل امني كبير ما بيدل بمكان واحد بصير بتنقل بكل لبنان ومنفوت بهالفوضى الخلاقه اللي عايشتها المنطقه من هون لليبيا، من سوريا لليبيا عفوا، او منروح على انتخابات نيابيه وبدها تصير هيدي الانتخابات وما عندك رئيس جمهورية، فإذا ما عندك حكومة وتأليف حكومة، فإذا منشرف كلنا على طاولة نعترف فيها أنه هذا النظام فشل ويجب تغييره، منكون وصلنا عليها بإيدينا وإجرينا. طبعا بكل الجولات اللي عملناها قبل خطاب 19 شهر 19 10 اللي أعلن فيه الرئيس تبني، كنا عم نسجل كل الملاحظات تبعت الناس وتبعت العالم وتبعت كوادرنا وتبعت رؤساء البلديات والمخاتير والفعاليات الموجودة لجس نبض تفهمي جو العالم بكل منطقة من المناطق. وكنا بدقيقة بدقيقة عم ننقلها للرئيس الحريري. عشان هيك الكلمة اللي اجت 19 شهر اجت جوابا على الهواجس اللي سمعناها بهيدي الفترة، واجت بالتسلسل اللي تقدمت فيه من بعد منها قطعت شوط كبير من الاعتراض اللي كان موجود داخلنا، وهيدا اللي خلينا نرجع من بعد نكثف كل زياراتنا وكل يعني الطلات اللي عملناها لنحكي بهيدا الموضوع. واليوم يعني الوضع افضل بكتير، ما في يقول انه وصلنا لقناعة 100% مع الناس، بس بعدنا عم نشغل وفي ناس حتقتنع معك بأي شيء بتعمليه، في جزء من الناس هيك. في جزء من الناس بده يسمع ليطمن، سمع ب 19 شهر وطمن. في جزء من الناس بيمشي معك ما حيمشي معك إلا ليصدق ويشوف بعينه. وهيدي هلا المرحلة الثالثة اللي وصلنا فيها اللي هي تشكيل الحكومة وانطلاق العمل. من بعدها مع يعني النفس الجديد اللي شايفينه بتلاقي العالم كلها تجمعت حول فكرة هالتسوية اللي عملها الرئيس آخر النهار، ما عملها لمصلحته، هالتسوية عملها لأنه في فترة من الفترات كل هيدي الناس اللي كانت معترضة، كل هيدي الناس اللي كانت مش عاجبتها هيدي التسوية بنفس الوقت وصلت بقرارة نفسها لوقت في يأس أو لشعور في يأس. الرئيس كان من خلال هيدي المبادرة عم بجرب يعيد الأمل بهيدا البلد بالفرصة النادرة. ليه بنسميها الفرصة النادرة؟ وكتير ركزت بكل الكلمات اللي حكيتها بالفترة الماضية عن الفرصة النادرة. نادرة قدام الشيء اللي عم بيصير حول مننا، نادرة قدام خراب سوريا، نادرة لبنان ما يكون ساحة لمرة، يعني أكيد تقسيم العراق، نادرة قدام اللي عم بيصير بليبيا، نادرة قدام الأزمات السياسية والاقتصادية اللي عم تشهدها دول الربيع العربي أو اللي صار فيها الربيع العربي. فاليوم هيدي الفرصة النادرة يجب انه تنحمى برموش العين وتتقدم لقدام وينطلق البلد بقى
بروحية جديدة وبنفس جديد. في إرادة وطنية واضحة اليوم عند الجميع، وأنا عم بقول لك وعم بشعرها من الناس، هاي آخر فرصة إذا بدك للحياة، للبلد، لا مش للبلد، معلش آخر فرصة حتعطيها الناس إلنا لهذه الطبقة. إيه 100%، آخر فرصة. ما لفتك إنه بعد كل هذا الكلام اللي حاولته تجملوا فيه وصول العماد ميشيل عون، وإنه فعلا الفراغ كان قاتل وما في شك إنه هلك البلد، بس اليوم لما تشوف يعني نوع من عروض عسكرية على الحدود اللبنانية وداخل لبنان، إذا بنحكي على عرض الأستاذ وئام وهاب، أكيد شفت شو انكتب وشو انحكى وشو تنكت على الموضوع، يعني شيء مضحك مبكي بمحل معين. عرض القصير أيضا، طيب هذا العهد يعني ما أخذ موقف من كل ما يجري، كأنه وهذا يعني أنت منتخب قائد جيش سابق قاتل الميليشيات وما أخذ موقف صارم من هذه المسائل، طيب هذا الناس ما بيعمل أحباط؟ ليش ما بدك تحطي ردا على بعض المواقف اللي ما عجبت البعض؟ يعني موضوع أنه نحن ما بنقبل حدا يخرق دستور، أنا طيار مستقبل عم يخرق دستور؟ يعني خرقوا الدستور ردا على كلامه؟ هل هيدي إشارة؟ إشارات حزب الله دائما بتكون بهالنوع من الأنواع، يا بأم سانسود يا بسبع أيار يا هلأ عرض عسكري جديد بالقصير، له دلالات على الداخل اللبناني وعلى الداخل السوري مش بس على الداخل اللبناني. بالعكس يمكن مسيرة للعماد ميشيل عون انه ما كانت على الاراضي اللبنانية، اجريت يعني على الاراضي السورية، بس ما انه هن طلعوا على القصير عشان فيها ناس لبنانية، هيك فهمونا قبل يعني 30,000 شيعي، 30 ما بعرف قديه يعني، بس تبعت يعني العرض الاخر الثاني هو موجه مباشره للعهد، وهل كمان موجه للجبل وللتقسيمات الموجوده بالجبل درزيا كمان، هذا سؤال بده ينطرح بهذا تموضع سياسي من قبل وئام وهاب انه انا موجود، طلع فيها انه كمان فيها نكع على العهد يعني اجباري أكيد. ولا الهيبته يعني اليوم العهد ببدايه انطلاقه صار في عندك عرضين عسكريين، وهيدا ما بينرد عليهم الا بنعجل بتشكيل الحكومه واطلاق العمل، عشان الصراخ اليوم يمكن هذا اللي عم يعمل هيدا العرض عم يستدرجك على مشكل، وانت منك اليوم بوارد انك تعملي هذا المشكل في بدايه انطلاقه العهد، خلي هذا العهد يقلع بشكل واضح وسريع، يهتم بيوميات العالم والناس الأساسية، ويرجع كمان يرجع طاولة الحوار اللي وقفت منذ أيام الفراغ في طاولة الحوار بعبدها. طاولة الحوار اللي عم تحكي عنها يمكن تكون ضرورية حتى قبل تشكيل الحكومة، بس قبل ما نوصل له اليوم إذا بتطلع كمان بالمؤشرات السياسية، جريدة السفير بتكتب شيء كتير لافت، إنه هل في حدا وعد انه يشيل عماد ميشيل عون من الاحضان الايرانيه السوريه من هذا المحور ووضعه خلينا نقول داخل الحظيره العربيه بمعنى من المعاني، هل كان في وعد من هذا النوع؟ اولا منه يعني طبيعه العماد عون منه بعتقد هيك بتعرفوا يعني العالم تعرفه والمواقف تبعيته بتعرفه والناس كلها واكبته بهذا الموضوع، اذا بدك قال كلمة لازم نوقف عندها كمان العماد عون باليوم الشعب اللي استقبل فيه العالم، قال انه نحن هنحترم علاقتنا مع كل الدول، ولكن ما هنخلي هالدول تتدخل بشؤوننا، فينا نستخدم هيدي العلاقات مع الدول لمصلحة الطرفين مش للتأثير على لبنان بأي اتجاه من الاتجاهات. بعتقد هيدي الكلمة أغاظت ناس كتير، يعني نحن بنعرف شو موقف دول الخليج، هلا عم تسألين عن دول العربية ودول الخليج، في رضا عربي وخليجي سريع ومفاجئ، في تسهيل السعودي اجى مع الوزير السبهان، بس انه ليش عم بتشوفوه انه هيك اجى فجأة سبهان مبدل الاحوال، سفير يعني في احد السفير السعودي السابق في لبنان راجعوا كل الخطابات اللي كان يقولها، كان يقول كل شيء بيتفقوا عليه اللبنانيه نحن حنمشي فيه العسيري طبعا
سعادة السفير. سعادة السفير بس اختفى من لبنان، يقال من وراء عشاء لعماد مشلعون. اجا كتير ميكست مسجز من السعودية استاذ احمد، ما عادوا فهموا حتى يعني مسؤولين مش لبنانيين. هي مش هيك تندار السعودية يعني، مش بس مسؤولين كبار بلبنان ضاعوا بهذه الفترة. خلينا نتذكر مثلا تويت حتى اللي طلعت من قائم الاعمال البخاري، كأن ما في رضا سعودي، بعدين طلع في رضا سعودي وبالعكس تسهيل. بتعرفي ليه ضاعوا؟ لأنه مش معودين ياخذوا القرار بنفسهم. هيدي أول مرة بيتاخذ القرار لبناني. لبناني. بوقت كل العالم ملهية. اللي كان يتدخل فينا اليوم كل العالم متدخلة فيه، اللي هو نظام سوري. واللي كان العراق ودوره بالحرب زمان أيام لبنان اليوم كمان جاء يخلص بالمشاكل اللي موجودة فيه. وحتى دول الخليج عندها مشاكلها الاقتصادية بسبب تراجع سعر النفط وأولويات مختلفة. فكان على لبنان أنه يقتنع أنه قادر يخلص هذه الأزمة بإيده. ونعرف نحن شايفين إذا بدنا نقول الأمريكان أو الروس أو غيره كمان عندهم أولويات مختلفة عن املاء او عن تعبئة الفراغ في لبنان. يعني انجبر يستقل لبنان. هلا بما انه عيد الاستقلال نحن مش انجبر يستقل بس هيدي عادي لازم تكفي. عرفتي؟ يعني تصرف باستقلال. هذا العقل وهذا النفس لازم يكفي. وهي شو بدها؟ صعب النفس. مش انه شيء يعني اليوم ما ناقصنا شيء صراحة، لا ناقصنا علم داخل لبنان، ولا ناقصنا فهم، ولا ناقصنا طاقات، ولا ناقصنا ابداع، كله موجود. ناقصنا مصلحة مشتركة كلبنانيين يمكن. ناقصنا هالخلطة السحرية كيف بدك تحطيها بمكان تكون لمصلحة، تكون فعالة. شفنا كمان موفد سعودي أمير مكة الأمير خالد الفيصل، ما كنا نحلم خلينا نقول من كم شهر أنه نشوف تمثيل بهذا المستوى بلبنان. وفد عم يجي يأكد أنه نريد لبنان ساحة التقاء أكيد. عربي وليس ساحة تقاتل. كلمته كانت كتير خلينا نقول معبرة ومؤثرة، بس بتحس أنه في عودة عربية للبنان، في إصرار أن لما يكون الموفد يعني من هذا المستوى وهو يمثل جلالة الملك أنه لا، السعودية لم تتخلى عن الملف اللبناني. هل فعلا رح نشوف؟ وكمان حكى عن الهبة عبر الرئيس ميشيل سليمان أنه هذه الهبة رجعت انحطت على السكة. فينا نقول أنه في فجر جديد خليجي سعودي بالنسبة للبنان. بدك ما حدا يجي ينقصه. يعني اليوم خطاب من حزب الله أو اثنين برجع الأمور إلى ما كانت عليه سابقا. ما تذكرون. مش عم ذكرهم، بس انا عم بقول بما معناه يجب على الجميع تحمل المسؤوليه. خلينا نفصل يا اخي كل يعني، خلينا نحط اليوم عنا هيدي الدوله، خليها تكون الخيمه تبعيتنا. هيدي الخيمه او هاي الشمسيه الكبيره الموجوده عنا، صحيح يمكن فيها بعض هيك البخويش، بس انه العاصفه ما بترمي الشمسيه، بتجربي تسكري البخويش. هذا اللي لازم نعمله اليوم. لازم كلنا سوا نخلي هذه الشمسية هي الأساسية بالنسبة لنا. عشان وين بنروح؟ طب ما السؤال انه اليوم ما هذا التليفون صار بين ايدينا. هيدا هي هلا في كم عاجل عن نازحين من هون، وعن قصف من هونيك، وعن احتلالات من هون، وعن خرق لحقوق الانسان من هون، وعن وعن وعن. بدي تعطيني خبر هلا وعاجل. عاجل ونيوزي، الكزدورة مع الرئيس بري بالسيارة والبومبون وكل هذا الود، آتى ثماره برأيك أم بعد في الأرانب صارت ثعالب؟ وهلأ لا، حل كتير من الأمور. يعني الرئيس بري آخر النهار يعني صار له من 92 بالواجهة السياسية بالبلد، وكمان له دور أساسي في حلحلة هيدي العقد، وهو بيعرف، وهو أكثر واحد شاعر، هو أكثر واحد قادر يقارن ما بين كيف كان وضع البلد قبل 14 شباط 2005، كيف صار وضع البلد بعد 14 شباط 2005، كيف قدر هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوصلوا لتفاهمات حلت العديد من الأزمات بالبلد عن الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكيف اليوم من بعد هالعشر سنين ما قدر يعني يكفي بهيدا التفاهمات الموجودة. فالكل له مصلحة اليوم انه البلد يرجع يوقف على اجري، عشان اذا وصلنا لشفير ثورة اجتماعية
هاي الثورة الاجتماعية مثل المخلوق المشوه تخلق بدون لا إيدان ولا أجران ولا رأس، وممكن يركب عليها أي رأس أو إيدان أو أجران، ومنكون بمكان ومنصير بمكان آخر. فيجب علينا التنبه. ما بتعرف بيطلع يعني مسخ. مسخ أكيد. طيب اليوم في انتخابات نيابية حضرتك أكدت، بتشوف أنه خريطة التحالفات بعدها تشبه 2009، تبدلت كثير، يعني الثنائيه المسيحيه اللي راكبه يبدو انه رح يكون حظوظها قوي كبير بالانتخابات النيابيه، الثنائيه الشيعيه كمان معوده على المحادل وعلى البوستات ووضعها جيد. وين حيكون بوزيشننج تيار المستقبل؟ نحن اخر النهار ضمن الثوابت تبعيتنا وضمن الكل، اذا بدك اللي فيه الخير للبلد. اليوم تحالف الانتخابي هو بصير مناطقي، واحد زائد واحد بيساوي اثنين. وين في مصلحة لكل طرف بلاقيها مع الطرف الثاني بده يجرب يركبها حتى هي فيك تعملها بالبلدية، بس على صعيد انتخابات نيابية لا، على صعيد انتخابات نيابية ما فيك تعمل يمكن تحالفات ظرفية بمطرح بتنزل مع لا ما فريق مطرح تاني ما بتنزل مع هذا الفريق. طيب هيدي في معضلات مناطقية، في عيال متحالفة مع تيار المستقبل، في بعض الأحزاب أيضا ضمن 14 أدار، هذا فين نعتبر أنه تحالف انتهى اليوم انتخابيا؟ ما حنشوفه المرة المقبلة. اليوم عندك خلطة جديدة، وهذه الخلطة الجديدة صراحة بدها وقت لتترقت. يعني ما في أعطي جواب اليوم على شيء بعده عم بينخلط كيف القهوة اللي عم تسويها عم بتفور بعده. فهون اللي بعرفه انه نحن مصرين انه تصير الانتخابات، وبدنا هي تصير بوقتها عشان من حلفائكم ما عاش فينا انتم حلفوا للتيار والوطن الحر وللقوات اللبنانيه، ام ستكونوا حلفاء مع حلفائكم اللي صار فينا نسميهم حلفاء تاريخيين اذا بدنا نقول من 2005 لحد هلا؟ مع مين متحالفين؟ اولا مش نحن حنركض للتحالفات. نحن اليوم تيار سياسي كبير، اكبر كتله نيابيه موجوده بالبلد. بوقت ما تنقر وتصير الانتخابات بده يجي العديد من الحوارات تصير، ونحن حننقي اذا بدك التحالف لاكثر شيء بيشبهنا بالنسبه لنا. لليوم ما جينا ولا عرض من العروض على هذا الموضوع، بس اكيد نحن ما حنقبل باي عرض من العروض يجي يغير الصبغه الوطنيه لتيار المستقبل. انا ما فيك تتعامل معي على اساس انا تيار سني. ما فيك تعمل غير هيك، اذا عندك ثنائيه مسيحيه وثنائيه شيعيه بقول لك سني. على راسي وعيني، بس انا ماني هيك. انا بهيدي النقطه هذه ثابته اساسيه، الرئيس الحريري اكد عليها بكل المراحل، ونحن مصرين ان تضل هيك واقعيا. على غير هيك يعني خلينا على الجنريك اللي بيطلع على الفيوتشر، ما عادش يكون في طوني وإلي وعلي وحسن واحمد وبولا، ما تنسي لي بولا يعني. بس ما حنكون بهذا المكان. يعني معلش خلينا نكون واضح، هذا المكان ما حنكون فيه ابدا، عشان هذا مكان ضعف، هذا مكان تقوقع، هذا مكان بنكون عم يعني اذا بدك عم نمحي رساله رفيق الحريري كلها بالواقعيه السياسيه. اذا بتطلع بالمشهد اللبناني في حزب اليوم عابر للطوائف وقوي بنفس الوقت، يعني كل ما حزب عم بيتقوقع اكثر عم بيكون متطرف اكثر، عم بشد عصب هذه القاعده، عم بيكون له رواج اكثر مينستريم. بعدنا بلبنان بعاد عن اذا بدك البوبوليزم اللي عم نشوفه بالعالم، الشعبويه الكبيره يعني اتضحت بكثير من الانتخابات اللي صارت، كان هنغاريا ان كان بولندا ان كان بالبري اكزيت ان كان بانتخابات امريكا، استطلاعات فرنسا بالفلبين ان كان اللي جايين فيه على فرنسا، ان كان بانتخابات الهند مع رئيس المنتخب، كل هاي بعدنا لهلا بعيد عنا. ليه؟ عشان نحن اخر النهار بلد تعب من الشعبويه، تعب من الشعارات، تعبت ناسه من انه نرمي هالسلوغونات شمال ويمين وما بننفذ شيء على الارض. لا، في عنا اولويات بدنا نعملها وبدنا نقوم فيها، وبالاضافه هذا البلد دل محافظ على الكيان تبعه وعلى الثوابت تبعه، يعني لا شطح كثير
بالليبرالية على على مكان أخير ولا راح على التقوقع الأخير، دائما كان يضل بالنص. وهيدا ليه؟ عشان وجد فيه كمان قوة معتدلة عبر التاريخ قدرت تحافظ على هيدي إذا بدك على هيدا المستوى من الوعي عند الناس وعند العالم. ست أشهر إلى الانتخابات النيابية المقبلة، كيف يتحضر تيار المستقبل؟ أكيد رح نحكي كمان مطولا عن المؤتمر العام اللي رح يكون هيدا الويك إند، وأيضا بدي أسألك إذا مرشح على الانتخابات النيابية، مرشح على عضوية المكتب السياسي أكيد، ما هي؟ مرشح عضوية المكتب السياسي مثلي مثل 108 زملاء. أي ومرشح أوحد للأمين العام، خلينا نقول هونيك ما في بقى. ليش عم تسكري؟ خليني اسالك بعد الفاصل، بس انا كمان همني اعرف على الانتخابات النيابيه اذا رح تترشح عن مقعد صيدا. فاصل مشاهدينا ونعود.